أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورة النساء کی آیت نمبر 7 پڑھیں گے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا نَصِيبٌ مِمَّا ترك الوالدان ترك الوالدان والأقربون والأقربون وللنساء وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ترك الوالدان والأقربون والأقربون مما قل مما قل منه أو كثر منه أو كثر نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. مجھے رکھے گا دعاوں میں یاد. اللہ حافظ.